عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمي محمد. عايز أقدم لكم دعوة حقيقية لزيارة مدينة بيرن وفندق شفايزرهوف بيرن. يمكنكم أن تستمتعوا بأوقاتكم في مدينة بيرن بزيارة عدة أماكن سياحية، من ضمنها على سبيل المثال متحف أينشتاين، باول كلي، البرلمان السويسري، حتى في وقت انعقاد مداولات البرلمان يمكنكم زيارة البرلمان وشرح بالتفصيل كيف تدور الاجتماعات في البرلمان السويسري. وهوتيل شفايزرهوف الفندق بيقدم خدمات لكل الزبائن، كل عملائنا، وزيارة الأماكن السياحية يمكن أن نقدم لكم كل المساعدات والتسهيل من قبلنا نحن هنا في إدارة الفندق. فهذه الدعوة أريد أن أقدمها لكم جميعا، وهي دعوة حقيقية من القلب لكل الإخوة. والسلام عليكم.